In the third part of this chapter, we will take an overview of root locus design. على هذه البارت شفناها precisely in control 1. هالمرة حنشوفها بشكل شوي مختلف. يعني how to design a controller based on root locus. على مثل ما حكينا انه حنشوفها بطريقة شوي يعني approach يعني منا مختلفة عن قبل, بس يعني شوي نحن عشتوها على PID control based on root locus. يعني a slightly different approach بس complementary approach. فإذا let's propose أو let's okay take the example of gain adjustment and proportional control بالبداية اللي هو عبارة عن gain. ف if we consider we have a position control system, DC motor مثلا عم يتحرك, why the DC motor is controlled via a proportional control. على DC motor إذا بدنا ناخد ال position as a function of the voltage, بتكون transfer function لإله هي the given transfer function. هيدي ال 1 over s اللي هون, هيدي ال part هي إلها علاقة بال integration of the velocity. نحن عم نتحكم بال angular position مش بال velocity. يعني عم نتحكم بال position control مش بال velocity control. فأنتم بتعرفوا إنه DC motor ممكن يكون 1 على s plus p مثلا, p هو pole. اوكي هيدي بتكون الاوميجا ديفايدد باي ذا فولتج يو. اوكي اذا التتا هي لانه بنعرف احنا هي الانتجرال اوف ذا فيلوسيتي, يعني هي 1 اوفر اس اوميجا اوف اس. فبتستنتج من هون انه اذا ضربنا ببعض بيطلع معنا ذس ترانسفير فانكشن هي ريليتنج تتا ديفايدد باي يو, بتطلع هي بتساوي 1 اوفر اس ملتبلايد باس بلس بي. والكي از the gain the proportional control, عم نتحكم فيه using a proportional control. طيب فإذا we need to design a proportional controller for the system to obtain a specified damping ratio zeta, a specified undamped natural frequency omega. فأنا بدنا desired zeta omega. طيب إذا طلعنا على البروبلم من ناحية البولز, مثلا نكتب ال closed loop characteristic للسيستم, characteristic equation اللي هي 1 plus L of S equal 0 اللي هي بتعطينا 1 plus k divided by s multiplied by s plus p equal 0. فبنوصل لهيدي الايكويشن منها, ونحن بدنا اياها هيدا اي second order system, فلازم يكون identical to the second order system. فبنعمل identification term by term, بيطلع معنا ال k is equal to omega n square وال 2 zeta omega n is equal to p اللي هو البول. فبنستنتج من الاوميجا هي راديكال k والزيتا بتطلع p على 2 راديكال k. اوكي فكليرلي وذ 1 بارامتر 1 فري بارامتر اللي هو ال k اللي حنعمله ديزاين, لانه ال p والبول للموتور له علاقه بالموتور. وذ 1 فري بارامتر وي كانت كنترول ات ذا سيم تايم بوث فاليو اوميجا ان وزيتا, ما بنقدر نحقق تو سبيسيفيكيشن. اوكي انا من ناحيه الروت لوكس بيطلع بهذا الشكل حسب الفاليو للجاي للكي. فمن هون بدنا نحن تو ديزاين بارامترز. Let's take the example of a proportional derivative control. هلا قلنا شوي عم مثل قلنا عم ناخذ ابروش مختلف. هلا ليش proportional derivative control اذا بدكم؟ لانه this is a type 1 system. يعني we do not need an integrator to control this system. لانه هو already عنده integrator بقلبه. فاذا نحن بنتحكم بالposition بدنا position control, هذا type 1 system. يعني الانبوت هو عباره عن step او something like the step. فاذا we do not need the another integrator. ففينا نزيد derivative. يعني بدل ما نزيد integrator بنزيد derivative لانه عندنا already integrator. فsteady state error for this system is zero already. طيب إذا رحنا على الـ derivative control على الـ PD control حنستخدم حنعتبر إنه الكنترولر عنده هيدا الفورم KP plus KDS. يعني فينا ناخذ KD common factor بتطلع S plus A والـ A هي KP divided by KD. Okay. طيب فإذا عمليا نحن في عنا هون two parameters of the design KD and A أو KD and KP إذا بتكون, يعني إذا معنا KD ومعنا A فينا نستنتج الـ KP. طيب فانصر عنا two design
بارامترز للكنترولر الكي والاي. فزي ما نعتبر عندنا بدنا نحسب الكلوز لوب ترانسفير فانكشن اللي هي جي مالتبلايد بسي على 1 بلس جي سي، يعني ال على 1 بلس ال اوف اس، فبنعمل نضربهم ببعض بيطلع معنا هيدا هي الفورم اوف ذا كلوز لوب ترانسفير فانكشن. اوكي طيب، هلا ال ان هي النيميريتور للجي اوف اس والدي هي الدينومينيتور اوف جي اوف اس، طلع معنا هيدي هي. طيب فاذا كان عندنا بيكون عندنا بول زيرو كانسليشن، اوكي if the loop gain has a pole at minus a، يعني بمعنى تاني اذا كان عندي هون بالدي اوف اس والدينومينيتور في فاكتور هو اس بلس اي، بكون انا عم اعمل بول زيرو كانسليشن، لانه بصير هون في عندي تيرم في بقلبه اس بلس اي، وهون اوريدي في تيرم اس بلس اي، في ياخذون كومون فاكتور، في اعمل سمبليفيكيشن فيهم على اس بلس اي اللي فوق، فبكون عم اعمل بول زيرو كانسليشن، بكون عم اعمل كانسليشن تو ذا بول of the open loop system. فإذا ما كان عندي بول زيرو كانسليشن، اوكي فالسيستم حيكون عنده زيرو على الماينس اي، وهيدا بيأثرك بشكل كتير كبير على التايم ريسبونس للسيستم. إذا بتتذكروا كمان سنة الماضية بالكونت اوتوماتيك بالكنترول سيستمز 1 أخذنا على موضوع the effect of an additional zero to the transfer function. فهيدا بيأثر على السيستم. فهيدا الزيرو اللي بيكون عندي اياه بيأثر على التايم ريسبونس وبكبر الاوفرشوت بشكل كبير. فاذا الافضل شيء اعمله عاده انه اخذ الاس بلس اي بشكل تو كانسل ذا، اعمل بول زيرو كانسليشن. طيب خلينا ناخذ اكزامبل، حنعتبر نفس السيستم اللي هو الدي سي موتور هو تايب 1 سيستم، اند اي نيد تو ديزاين using a PD controller I need to design the controller. أول step to meet the specification اللي هو zeta and omega n، يعني transient specification. بتاني part بدي أعمل to the specification بدي يون a desired zeta and a steady state error due to a ramp input، يعني إذا أعطيت input ramp بدي يكون steady state error شيء معين، a certain steady state error. هلا بحال كان عندنا step input إلنا بما إنه type 1 system يعني steady state error هي 0 إذا بتتذكر. أوكي بس هاي type 1 system إذا input ramp بيكون عنده a finite steady state error. فإذا نحن هدفنا نحصل أول شيء على zeta و omega n نعمل design، بالتربار التاني بقى نعمل desire لحتى نحقق a desired zeta and steady state error. طيب to start فإذا with a PD controller if we write the characteristic equation، okay ال PD controller مثل ما قلنا حنعمل له representation K multiplied by S plus A، هي KD multiplied S plus A و A هي KP على KD، حنكتبها بعيد الشكل. فهذا هو ال PD controller، هو هون والسيستم هي هو تاني بار. طيب إذا بدنا نحل ال characteristic equation solving the characteristic equation بنوصل لهيدا السيستم S square plus P plus K S plus K A equal 0، وهيدا هي ال value لل يعني ال root locus as a function of K. طيب فإذا with K is equal to KD بيطلع معنا two equation، أول واحدة ال KA بتعطينا هي أوميجا N سكوير، وال two زتا أوميجا N هي P plus K. يلا P هي البول لل DC motor يعني بنعرفها، فبنستنتج من هون أنه we can given زتا and أوميجا N desired، في استنتج K اللي هي ال gain اللي هي ال KD ال gain لل derivative هي two زتا أوميجا N minus P، وال A بتطلع معنا أوميجا N سكوير على two زتا أوميجا N minus P اللي هي بتساوي عمليا KP على KD، يعني ضربت KD بتطلع معي ال KP ال proportional control. فإذا بيطلعوا معي لحتى حقق الزتا والأوميجا في حل analytically directly based على هيدا ال calculation سهلة يعني ما نصح. طيب إذا بدنا السيستم يحقق a desired zeta and a desired steady state error for a ramp، فإذا بما انه عم نشتغل على رامب انبوت اذا بتتذكروا في عنا الـ velocity error constant مثل ما حكينا بالـ design specification part، تطلع الـ KV هي limit لـ SGC multiplied by G للـ open loop يعني
يعني اس مالتبلايد بال اوف اس، اس لما اس ابروش زيرو. فاذا عملنا الكالكوليشن نعمل سامبليفيكيشن باس واتسترا بيطلع معنا، بعد ما نحط اس تنس تو زيرو بتطلع معنا كي اي اوفر بي، واللي هي بتساوي 100 على الايرور ان بيرسنت، او 1 على الايرور اذا مش عم يشتغل كبرسنتج. اوكي، فاذا هيدي بتعطينا الكي في، بتعطينا هيدي الفاليو، لانه نحن بنعرف انه الايرور بتساوي 1 على كي في. اذا بترجعوا على الديزاين سبيسيفيكيشن ان ذا لاست سلايد بعتقد، اوكي او اللي قبله، اوكي هون، فاذا بتطلع الايرور هي اي على كي في فور رامب انبوت. اوكي طيب، فاذا بنستنتج نحن من هون انه من السيستم البارت اللي فوق هون، فاذا انا معي كي اي على بي، هذه هي الايرور، والكي اي اذا بتلاحظوا هي الاوميجا ان سكوير، كي اي الاوميجا ان سكوير. فاذا بستنتج من هون الاوميجا ان هي راديكال كي اوفر كي اي، واللي هي راديكال بي كي في، لانه اذا ضربنا بالايرور مالتبلايد بالبي كي في. اوكي، فبيست هيدي الايكويشن اذا عندنا الكي في از ايكوال كي اي ديفايد باي بي، فالكي اي بتطلع هي بي مالتبلايد بكي في، هي بتطلع راديكال كي اي بصير راديكال بي كي في. فا اوكي صار عندنا الاوميجا ان، ففينا نرجع لاول الايكويشن بنطلع منها الكي هي 2 زتا اوميجا ان ماينس بي، فاذا 2 زتا محل اوميجا ان راديكال بي كي في ماينس بي، والاي هي بتطلع معنا من هون من اول ايكويشن انه اي كي يكون اوميجا ان سكوير، فاذا الاي كي بتساوي اي كي بتساوي اوميجا ان سكوير هي بي كي في، يعني فالاي هي بي كي في ديفايدد باي شو اسمه الكي اللي هي هيدي كده. اوكي، فبعد بتكون طلعت معنا الايكويشن كون حليناها. فاذا اذا معنا الزتا مثل ما شايفين ومعنا الايرور، معنا الايرور يعني معنا الكي في من الايرور اللي بدنا اياها للرام، معنا الكي في من الكي في، اذا معنا الزتا معنا الكي في، والبي هو اوريدي البول اوف ذا سيستم، وي كان ديتيرمن ذا جين كي والفاليو اي للبي دي كنترول. يعني عمليا البي دي كنترول فيها نشوف انه عنده جين اند اي زيرو اند اي زيرو، فالاي هو الزيرو والكي هو الجين. If we want to generalize this function, هيدا اللي عملناه البروسيجر. If given zeta and omega n for a system, فينا نعمل هالطريقة دغري على الماتلاب هول function. Theta is equal to pi minus the angle of the eval of r. فإذا بنعمل evaluation للترانسفير فانكشن بيزد على الكلوزد لوب بولز، هيدي بيعمل لنا ايفاليويشن للترانسفير فانكشن كلوزد لوب بولز، والانجل لها بيعطينا الانجل. اوكي، بيعطينا الانجل للترانسفير فانكشن، نعمل باي ماينس انجل بيطلع معنا ثيتا. هيدي اذا بكون كنت لما كنا نحسبها الديفيشنسي انجل، لما كنا نشتغل بالديزاين للروت لوك بيزد على الديزاين design of a controller based على root locus، هيدي هي كانت الميثود لما كنا نشتغل بالليد كومبنسيتور. فاذا بنرجع نحدد الزيرو لوكيشن بيست على هيدي الفاليو، اللي هي كمان بتذكروا كنا نعملها جيومتريكلي، بنحددها كنا نقول اوكي البول وين بدنا اياه نحن، فاذا نحن بدنا الفاليو لها كنا نقول البيست على البول للكلوزد لوب سيستم، والبول ديزاير والبول كنترولر والزيرو، كنا نحسب الانجل ونقول اوكي هذا الانجل وقديش. هيدي عمليا is translated into equations directly that can be implemented using MATLAB. بنرجع بنقول ال سي اللي هو loop gain، the new loop gain with after adding the zero بيساوي تي اف 1 a، يعني بنحط يعني هيدي عمليا عم اقول s plus a divided by 1 multiplied by the loop gain الاساسي اللي هو L. نرجع بنقول الجين شو هو، كنا احنا نحسب الجين هاي نقول لازم الجين لهيدا multiplied by K تكون بتساوي 1، فالجين هو 1 على الماجنتود لهي، بس evaluated شو على S is equal closed loop poles. فهون نفس الكونسبت 1 divided by S يعني absolute value is a complex بتكون هي الماجنتود لل transfer function of the loop gain evaluated at the closed loop poles، بنعمل لها فبيطلع معنا الجين 1 over k، فبكون طلع معنا الجين of the controller. فهلا الجين of the controller صار عندنا هو k multiplied by s plus a.
بعد اذا بكون على الماتلاب كان بي ديزاين ان ذا فولوينج واي، يعني فينا نكتبها كفانكشن على الماتلاب. طيب هاي اذا بنحولها بنقول مثل ما قلنا دغري دايركتلي على انتو ماتلاب. اذا بنشتغل اذا عندنا ستيدي ستيت ايرور وزتا، فاذا من ستيدي ستيت ايرور فينا نطلع الكي اي، الكي اي هي الايرور كونستنت، سواء اذا عم نحكي بالبوزيشن هي البوزيشن ايرور كونستنت، اذا عم نحكي بالفيلوسيتي هي الفيلوسيتي ايرور كونستنت، اذا عم نحكي بالاكسلريشن هي الاكسلريشن ايرور كونستنت. وبنرجع بنحدد منها البارامتر اللي هو الكي اف، اللي هو اللي هو البارامتر اللي بضل فري اذا كنا بعد ما نحدد الكي اي. فالكي اي هي مثل ما قلنا هي الايرور. فاذا فينا نكتب ساعتها، لانه مثل ما شفنا من الكي، اذا طلعنا احنا من الكي في اوكي بيطلع معنا الكي، فعمليا بنكون عم نحدد شوي الفاليو. بنكتب الكلوز لوب كاركترستيك للبي دي كنترول اوكي، وبنحدد ساعتها الكي اف اللي بيحطينا الديزايرد كلوز لوب لوكيشن. فينا نحلها بالماتلاب يا اما بيست على روت لوكس يا اما يوزنج ذا ماجنتيك كونديشن مثل ما عم نحكي هون. بنطلع الفري بارامتر واخر شيء بنعمل تشيك للتايم ريسبونس، يعني نرسم الريسبونس للبي دي كومبوزيت سيستم ونشوف اذا السيستم ميت ذا ديزايرد سبيسيفيكيشن او لا. هون نفس الشيء باخر ستيب وي نيد تو تشيك، نعمل فيريفيكيشن اذا السيستم اذا التايم ريسبونس ميت ذا ديزايرد سبيسيفيكيشن. طيب هيدي اكزامبل، وي نيد تو ديزاين اي بي دي كنترول فور تايب 1 سيستم لهيدا السيستم اللي عندنا اياه. اذا زتا اوميجا ان بتساوي كذا، واذا زتا هي 0.74% الايرور للستيدي ستيت ايرور تو يونت رام. هلا فينا نحلها اناليتيكلي وفينا نحلها دايركتلي يوزنج ذا كات باكج مثل ما اشتغلنا بالبروجرامينج للهول البروسيجر اللي عرفناهم. فبيطلع معنا الروت لوكس للان كومبونسيتد سيستم هي كذا، بينما الروت لوكس للكومبونسيتد سيستم بيطلع على الشمال. فمثل ما بتشوفوا للان كومبونسيتد سيستم في عنده بول على الماينس 4، بول على الزيرو، وهول التو بولز، بول بيجي هون بيطلع هيك، وبول بينزل هون بينزل زول. فهيدا هو الروت لوكس لل uncompensated system، يعني للترانسفر فانكشن اللي هون لحالها. Now if you want to implement the controller، هيدا هو الاكس اللي بقلنا زتا equal 0.7، وهيدا الراديوس هو for اوميجا ان. فبنشوف انه ما في عندنا ولا value for which for this for we don't have any value of gain for which the damping ratio is 0.7 and الاوميجا ان هي كذا. فمن هون بنستنتج انه نحن بدنا نعمل كومبنسيشن. بعد ما نعمل كومبنسيشن نعمل ديزاين للكنترولر، بيطلع معنا كي هي 10 والاي هي 10. فاذا عملنا امبلمنتيشن لذيس كنترولر اللي هو بي دي كنترول عمليا، فاذا في بيطلع الروت لوكس بهيدي الطريقه. بنلاحظ انه هون على هيدي النقطه بيكون عندنا الاوميجا ان هي 10 اوكي، لان الاوميجا ان هي هي الماجنتود لهيدي الفاليو بالاس بلين، يعني عمليا قديش بعيده عن عن الاكسس، وهي على هيدا السيركل اللي هي اوف امبليتود 10. ونحن على هيدا اللاين، هيدا اللاين يعني نحن على 0.7. نحن مثل ما حكينا انه فور اي سيرتن زتا بيكون عندنا الانجل ثيتا وكوساين ماينس 1 اوف زتا. فزتا هي 0.7 بتعطينا لاين بهيدا الشكل ولاين بهيدا الشكل، لانه اذا عندنا بول بالايماجينري بار عنده ايماجينري بارت اجباري بده يكون الكومبلكس كونجوجيت از بريزنت ان ذا سيستم. فهيدي فبيطلع معنا البول. فبنلاحظ انه we have a value of the gain اللي هو for a value of 10 اوكي. اذا عملنا implementation للكنترولر بدون هيدا الجين، يعني هون رسمنا الروت لوكس بدون هيدا الجين، بيطلع for the value of k equal 10. بنلاحظ انه السيستم كان يعني الروت لوكس بتلاقى هون، معناتها السيستم will meet the desired specification. اكيد بقى نعمل التايم ريسبونس لنتاكد من الجواب، وبيطلع التايم ريسبونس مظبوط. Using the second approach، فاذا عندنا الكي في هي الايرور هي 4%، يعني الكي في هي 100 على الايرور اللي هي 4%، يعني 100 على 4% بتطلع 25. هلا اللي بحب يعملها 100 على الايرور دايركتلي بدون ال 1 على الايرور، بتطلع 1 على 0.04 بيطلع نفس الجواب، اوكي ما في مشكلة. بتطلع 25، فهذه هي الكي في، والكي في بتساوي كي اي على 4 مثل ما حكينا. فالكي اي هي 100 بتطلع معنا،
كان بايز عادي الايكويشن، فالكي اي هي 100. On the other hand الكلوز لوب كاركترستيك للبي دي كومبنسيت سيستم هي هيدي الفورم لها. اذا خلينا الكي تتغير اوكي بشكل الكي اي يضل ثابت، فبنكون نحن عمليا عندنا ال A هي 100 على K، فينا نحول من هيدي ال closed loop characteristic to this one و you can prove it. يعني إذا جيتوا أنتوا عملتوا the same هون اشتغلوا على ال characteristic equation، فينا نلاحظ إن هول two equation عندهم the same root. فينا نبرهنها، يعني هيدي بتعطيني S square plus 4S plus KS okay. بلس شو اسمه كي اي ايكوال 0، وهيدي بتعطيني اس سكوير بلس 4 اس بلس 100 بلس كي اس ايكوال 0. اوكي اذا حطينا كي اي، لانه كي اي اوريدي معناها 100، بنلاحظ انه اثنين هن نفس الايكويشن، اذا فينا ننتقل من هاي لهاي، وبهيدي الطريقه فينا نرسم الروت لوكس لحتى نطلع الديزاين، فينا نطلع الفاليو للكين كي اللي بتعطينا ال A equal 10 okay. which is عفوا بنطلع ال gain value اللي بتعطينا ال value of Z اللي نحن بدنا اياها، وبنستنتج بيطلع K equal 10 منها، بنستنتج انه A equal 10. فبهيدي الطريقة بدنا نشتغل. فإذا بنرسم the root locus فينا لهيدا system. طيب إذا بدنا نطبق ال PI control، فمثل ما بنعرف الهدف من الانتجريتر is to increase the type number of the system، انه بزيد integral، ولما نزيد ال type number بنكون عم نحسن ال steady state response of the system، منحسنها او منكنسلها. فاذا زدنا integral controller احنا على السيستم type number بزيد by 1، بس ال transient response بتتراجع لورا. اوكي ممكن السيستم يصير unstable كمان نتيجة ال adding a control. اوكي هيدي كمان معروف. فاذا زدنا proportional مع integral control بنكون كانه عم نزيد سيستم اللي عنده a pole and a zero. فعمليا فينا نشوف نحن proportional control بهيدي الطريقه، كي ال proportional integral control هو kp plus ki over s. اذا عملنا s common denominator بصير kp multiplied بs plus a. يعني فينا نشوف نحن ال proportional integral control pi كبول عم بزيد عم بزيد بول على على الزيرو، بس عم بزيد زيرو على الماينس اي على السيستم. فاذا ديزاين في اذا اخذنا هيك سيستم فينا نقول الديزاين هو بيزد على الكي بي والاي، بنطلع الكي بي والاي لانه الباقيين معروفين. ففينا نقول انه البي اي ديزاين للترانسفير فانكشن هو ذا سيم اوف اي بروبورشنال ديريفاتيف ديزاين، بس بدل ما نحط جي بنحط جي اوفر اس، بنغير السيستم. يعني بصير هيدا السيستم مثل كانه دخلناه بالكنترولر وهيدا السيستم دخلناه بالجي، فبكون كانه عم نعمل ديزاين مثل ما اشتغلنا قبل شوي، بس بكون عم نشتغل على البي اي. وعلى طول بشكل عام افضل شيء انه نحاول نعمل اي زيرو بور كانسليشن، يعني نخلي هيدا الزيرو يكنسل الزيرو اوف ذا ترانسفير فانكشن. طيب فاذا هون تو ديزاين فيها نستعمل البروسيجر اللي اتعملناهم قبل شوي بس على ال g of s over s، وفينا نستخدم another procedure. بهيدي ال procedure بنحدد نحن بنعمل develop ل proportional controller لحتى يخلي لنا system يعني يخلي لنا closed loop system يكونوا على desired اللي نحن بدنا اياهم. اوكي لانه احنا ما تنسوا احنا هون عم نتحكم بهدفنا ال steady state basically. نرجع بنزيد PI controller والزيرو من حرفه يا يوزنج هيدي الفورمولا يا يوزنج هيدي الفورمولا، وهيدي الفورمولا فيها نستخدمها for a small angle of phi عادة بين 3 و 5 degrees بنستخدمها. هلا ليش إلا بروف مش حنفوت فيها، يا بنستخدم هاي يا بنستخدم هاي، بيعطونا an approximate value of the zero. ونرجع بنعمل تيونينج للجين بشكل انه الكلوز لوب بولز يرجعون قراب للكلوز لوب بولز للسيستم، لانه لما نزيد زيرو بيتاثر الكلوز لوب بولز. واخر شيء بنعمل تشيك للتايم ريسبونس. اذا اخذنا اكزامبل انا امشي على السريع لانه هيدي على الكونتينوس كنترول. فايف يو ونت تو ديزاين اي كنترولر فور ذا بوزيشن سيستم اللي هو هيدا،
to perfectly track a ramp input and have a dominant pair with a damping ratio 0.7 and undamped natural frequency 4 radians per second. طيب فأول شغلة بدنا نقولها أنه هيدا السيستم مظبوط تايب 1 سيستم، فالإيرور بتكون إذا عنا ستيب بتكون 0، إذا عنا رامب الإيرور ديفرنت عن 0. فإذا زدنا بي آي كنترولر بيخلي الإيرور تصير 0. أوكي؟ ليش؟ لأنه بصير تايب 2 سيستم. وإذا بترجع هون للتيبل، أوكي؟ إذا كان عنا تايب 2 سيستم، تايب 2 سيستم، الإيرور للرامب هيها هي 0. أوكي؟ فور ذا تايب 2 سيستم. فإذا زدنا بي اي كنترول فور اي تايب 1 سيستم بنكون عم نخلي السيستم يصير عنده تايب 2. تايب 2 يعني نحن وي كان كانسل بيرفكتلي ذا رامب انبوت، عفوا كانسل ذا ايرور فور اي رامب انبوت، ونخلي السيستم تو بيرفكتلي تراك ذا رامب انبوت. طيب وعطينا الزتا والاوميجا اللي عندنا اياهم. فإذا بيز على البروسيجر 1 اللي تعلمناها، اوكي، نعمل ديزاين للكنترولر، بس بدل ما ياخذ الجي اوف اس نشتغل جي اوف اس اوفر اس. يعني نرجع لهيدي البروسيجر 1 او اللي هي كمان اذا بدكم كنا حاطينها بيست على هيدي البارت. اوكي فبنرجع لهيدي الديزاين بروسيجر، بس بدل ما نشتغل هون على الجي شو بنحط جي اوف اس اوفر اس. اوكي هيدي هي. فبنجي لهون نحن، فبصير عندي الجي اي يعني مع الانتجريتر نقصه مع اس تصير هون اس سكوير اف يو اذا انتبهتوا لها. هلا هيدي اذا بنرسمها لحالها this plant is unstable for all gains. اذا رسمناها هون نرسمها هون الروت لوكس بيطلع بهذا الشكل، فدغري مباشره عم بيروح على الرايت هاند بلين مباشره، هيدا هو الايماجينري اكسس مباشره عم بيروح على الرايت هاند بلين. فاذا is unstable for any value of the gain. طيب نجي على الكاركترستيك اكويشن، فيها نحلها اناليتيكلي اذا بدنا تطلع معنا بالنهايه هذا السيستم. وي كان ديفايد فيها نقول هيدي بتساوي اس بلس الفا ملتبلايد باي سكند اوردر سيستم. نقول هيدي الكاركترستيك اكويشن از ايدنتيكال تو ذس وان، واذا عملنا لها ايفالويشن بيطلع معنا انه الكي اي هي الفا اوميجا ان سكوير، الكي هي هيدي 2 زيتا اوميجا ان كذا، والتن هي عبارة عن هيدا. فبستنتج أول شيء إنه الألفا من أول من هيدا الإيكويشن من هون، بستنتج إنه الألفا بتساوي تن ماينس 2 زتا أوميجا إن، والزتا والأوميجا إن معنا إياه أعطينا إياهم إن الزتا هي 0.7 والأوميجا إن هي 4. فإذا بيطلع معنا هي 4.4 ألفا. أوكي إذا جينا لهون معنا زتا ومعنا أوميجا إن ومعنا ألفا فينا نطلع الكي، فبنطلع من الكي نجي على اخر فاليو. اوكي معنى بنطلع الاي، معنى الكي صار معنى الفا اوميجا ان، بنطلع الاي فطلعت معنى الاي. هيك بنكون حليناها اناليتيكلي. فاذا ذا ديزاين اوف ذا كنترولر هو بيطلع معنا كي ديفايدد باي اس بلس اي على اس، هيدا الانتجر للكنترول. فطلعت معنا فإذا نحن ماثماتيكلي هيدي الاس دخلناها بالترانسفير فانكشن وعملنا ديزاين لكنترول مثل كأنه بروبورشنال ديريفاتيف كنترول، طلعت معنا الاس والاي. هلا if we want to evaluate the design بنلاحظ انه الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن بتطلع بهيدا الفورم if we replace all the value each by وبنجي نعمل لها ايفالويشن بيطلع معنا انه البرفورمانس مش كتير، لانه في عنا زيرو اديشنال وفي عنا اديشنال بول ومنن كتير بعاد عن البولز للكلوزد لوب سيستم اللي طلعوا معنا. فاذا بيتاثر ما بنحصل اكزاكتلي على البرفورمانس اللي بدنا اياه. طيب يعني ممكن انذر ابروش تكون انه نعمل كانسلينج تو ذا بول اللي هو هون، نقل اي بشكل نعمل كانسلينج هون، ممكن كانت تكون احسن. طيب فينا نطبق البروسيجر 3 اللي حكينا عنه هون. اذا طبقنا البروسيجر 3 فاذا ما احنا معنا الديزاير كلوز لوب بولز بيست على هيدي الفاليو. اوكي فبنجي بنقول اوكي خلينا نكتب الكاركترستيك ايكويشن ونشوف شو الفاليو للجين اللي بتحقق لنا هول الكلوز لوب بولز. بنحلها بيطلع معنا انه الكي هي لازم تكون 51.02. نعمل نفس الشيء
نكتبها صار سكند اوردر، بنقول هاي اللي تكون بتساوي هاي، بنطلع كالكوليشن بيطلع معنا الكي. طيب ف اوكي، فاذا طلعت معنا الجين بروبورشنال كنترول، فجينا قلنا اوكي فالبروبورشنال كنترول جين كانت فور دامبنج ريشيو 0.7 طلعت هالقد، وبتعطينا اذا عملنا ايفالويشن بتعطينا دامبنج فريكوينسي اند دامب ناتشر فريكوينسي هي هاي اوميجا ان. فهيدي بتعطيني اوكي اكثر من اللي انا بدي اياه، لانه كان بدي اوميجا ان هي 4، بقول اكسبتبل اوكي ما في مشكله، لانه اسرع مش ابطا، فاذا افضل اوكي فشيء افضل. طيب اذا كملنا البروسيجر بتطلع معنا الاي هي هالقد، اذا طبقنا الفورمولا، واذا طبقنا الفوتنو فورمولا فنحصل على 0.5. هلا اكيد اذا الفاي غيرناها قلنا بين 3 وال5 حتتغير الفاليو هون، هيدي بينما عم تعطيني 0.5 دايركت، بس فينا نستخدم اي وحده من هول ما في مشكله. فاذا هلا اف اي اد ذا زيرو اللي هو عندي اياه، انا اخذت الاي هي 0.5 وعدلت شوي الفاليو للفاي للكي، بدل ما ناخذها 51 اخذناها 50 اوكي، وعملنا الايفاليشن للكنترولر بيطلع معنا البروسيجر 1 عم تعطينا هيدي الداش، بين البروسيجر 2 بتعطينا هيدا الريسبونس اللي تحت. فبنلاحظ انه الريسبونس اللي تحت عنده فيور اوفر شوت، اقل منيح الاوفر شوت، بس السيتلينج تايم هيك بشوي بتاخذ وقت اكثر لتعمل كونفرجن، بس انه بسيطه انه صرنا قريبين للفاينل ريسبونس بالاخير. فبنلاحظ انه البروسيجر 3 عطتنا ديزاين افضل من البروسيجر 1. فهيدا اللي بدنا نقوله بس بالنسبة للبريش. فهون عملنا comparison بين this transfer function and this transfer function بالclosed loop، وطلع معنا هول الريسبونس. هلا هون ليش نقصناها لل 50 بدل 51؟ فينا by evaluation، يعني لحتى نرجع نوصل للاوفرشوت، لما حنطبق ال 51 اللي طلعت معنا هون exactly، بنلاحظ انه الاوفرشوت طلع اكثر بشوي من احنا بدنا اياه، يعني احنا بدنا الدامبنج ريشيو 0.7، فينا نستنتج قديش البرسنت اوفر شوت اللي بدنا اياه باستخدام الفورمولا هيدي على راديكال 1 ماينس زيتا سكوير، فبيطلع معنا ديل برسنت اوفر شوت، فطلع معنا سلايتلي مور، فنزلناها شوي لحتى نرجع الاوفر شوت الاكسبتبل اوفر شوت. فاذا انت فولونج واي بنكون عملنا بهذه الطريقه، بنكون اشتغلنا على بروبورشنال انتجرال كنترول. ذا لاست ستيب هي البي اي دي كنترول. And in the PID control we can control at the both يعني بال both times ال transient وال steady state response in the يعني using the one controller. نحن بال قلنا بالderivative فينا نتحكم بال transient، بال integral عادة نتحكم أكثر شيء بال steady state، ولو إنه فينا نتحكم بال transient، بس أنا بقول إنه we main objective هو to control the steady state. بال PID we control both. Okay. فال بال بال بي اي دي كنترول، فاذا في عنا بيكون هيدي هي البي اي دي كنترول، في عنا بروبورشنال اكشن انتجرال اكشن وديريفاتيف اكشن، اند اف وي وونت تو ميك ا كومون دينومينيتور بيطلع في عنا مثل كانه بول على الزيرو، وعنا تو زيروز هون اوكي، عنا تو زيروز هول، التو زيروز بيكونوا ريل، ممكن يكونوا imaginary في بقلبهم complex conjugate، يعني بيكونوا pair of complex conjugate pole zeros عفوا، او ممكن يكونوا two real zeros. فمن هون عندنا اذا بنعمل equation، الايكويشن بيطلع معنا 2 زيتا اوميجا ان كي بي على كي دي، والاوميجا ان سكوير كي اي على كي دي. فاذا هون طلع معنا هيدا هي البي اي دي كنترول. فاذا شو هي البروسيجر تو if we want to design directly البي اي دي؟ أول شيء to cancel the real or complex conjugate poles of the transfer function. Okay, left half plane poles. فإذا هون بنجي بنقول أوكي السيستم عنده البول على 10، أوكي تعال نكنسله، أوكي عنده second order system، تعال نكنسل second order كله. أوكي فهيك بنكون عم نعمل zero pole cancellation. وإذا كان عندنا كذا بول، عادة we cancel the pole closest، بس مش اللي على الايماجينري اكسس، closest to the imaginary axis. يعني اذا عندنا بول هون وبول هون بدنا نكنسل هيدا اللي هون. وبعدين بعد ما نكنسل البول we add a PD controller by applying the procedure 1 and 2 اوكي للترانسفير فانكشن، للريديوس ترانسفير فانكشن، يعني after the
compensating the pole. وفينا نشتغل على الـ procedure 3 with the proportional control design step modified to PD design. فبمعنى تاني بنعمل هون بالستيب الاولى بدنا نعمل proportional controller هون ليحقق closed loop poles مثل ما عملنا هون نعمل proportional derivative control هون. اوكي فبال نفس الـ procedure 3 بس هون بنعمل proportional derivative control وبنكمل by the PI control يعني مثل ما رجعنا كملنا بالبارت الثاني. فأول شيء نبلش هون proportion derivative وبعدين بنعمل هون PI control. هيدي وحدة من الـ procedure على نكتار بس لحتى تـ design a PID control. فإذا بدنا ناخذ example if you want to control using design a PID controller for to control the armature control DC motor اللي عنده transfer function المرة هاي. فإذا في عنده ثلاثة poles المرة وهو type 1 system and we need to obtain a zero steady state error ضرورية due to a ramp يعني لازم يكون في integral إجباري بدنا damping ratio 0.7 وبدنا end damped natural frequency E4 يعني omega n E4 والزتا هي 7. طيب فإذا بدنا نشتغل based على design اللي عملناه design 1 نجي بنقول اوكي وي كانسل ذا بول ات ماينس 1 لانه هو الاقرب للايماجينري اكسس يعني هو الابطا اوكي كل ما قربنا على الايماجينري اكسس بنكون ابطا فبنكنسل البول على الماينس 1 وبنزيد انتجريتر فبيطلع معنا السيستم هو هيك جي اي هو شلنا الاس بلس 1 وزدنا انتجريتر صار اس سكوير بنجي لهيدا السيستم نعمل ديزاين لكنترولر اوكي لل PD control اوكي بنعمل ديزاين لل PD control لهيدا السيستم نشتغل بالديزاين 1 البروسيجر 1 اللي عملناه بيطلع معنا الكنترولر هو عنده هيدا الفورم اكيد احنا بعدين نرجع نزيد الاس بلس 1 احنا بالديزاين بيطلع معنا هيدا الاس بلس 0.5 نرجع نزيد الاس بلس 1 اوفر اس اللي احنا حطيناهم هون اوكي حطينا اس هون والاس بلس 1 شلناها فاذا بنزيد هيدا بالكنترولر بيطلع عنا ذا ديزاين اوف ذا كنترول طيب بالديزاين 2 اذا بدنا نطبق الديزاين 2 فاذا بدنا نعمل ديزاين 2 يعني قصدنا فيها نحن هيدا البروسيجر 3 يعني هي ديزاين 1 وهيدا ديزاين 2 هو اللي تحت فاذا بدنا نعمل ديزاين للبي دي كنترول اللي بحقق لنا الترانزينت ريسبونس سبيسيفيكيشن اوكي فانا بدي مثل ما قلنا الاوميجا ان هي اوكي 5 فبنزيد نحن 5 لانه بنعمل anticipation انه البي اي ممكن ياثر لنا شوي على هيدا البارت فبنزيد هون هو بده 4 نحن بنزيدها تقريبا لل 5 كرمال نعرف انه البي اي حيرجع ياخر لنا الاوميجا فبنعمل ديزاين بهذا الشكل بنحدد بيطلع معنا اذا بدنا الكلوز لوب بولز اللي هول لانه معنا الزتا والاوميجا ان مع 5 بيطلع معنا هول هن الفاليوز وبعدين نستنتج منه الكي والاي يوزنج شو بيطلع الفاليو للكي والاي نجي بنقول نحن بدنا نزيد بي اي 0 فالبي اي 0 بنزيده بيست على الفورمولا هيدي ما غيرها اللي طلعت معنا هيدي الفورمولا يعني هيدي او اللي قبلها اوكي فبيطلع معنا البي هي هيدي بيطلع معنا 0.35 وهلا بنجي بنقول اوكي ليتس ديزاين ذا كنترول صار عندنا ذا فيرست 0 هو هيدا ذا سكند 0 هو هيدا والكي هي هاي فبنعمل له implementation هلا بيطلع معنا by after the test انه اذا صغرنا شوي الجين تكون performance احسن من خفف overshoot وكذا فبنرجع عدلنا من 43 لل 40 فبيطلع معنا هيدا ال response design 1 هو الـ هون هيدا بينما design 2 هو شو اسمه design 2 هو يعني solid line بينما design 1 هو داش لاين بنلاحظ انه for this system the design 1 is superior لهيدا السيستم ليش؟ لانه بالديزاين 1 نحن عملنا canceling ل a zero pole of the system فخفوا الزيروز بينما هون نحن ما عملنا canceling وضل عندنا زيروز بالفاينل ترانسفير فانكشن بالكلوزد لوب فهيدا هول الزيروز اللي كانوا بالكلوزد لوب ترانسفير فانكشن حيأثروا لي على البيهافير للسيستم بيزيدوا لي الاوفرشوت فإذا مثل ما هون نستنتج انه البول انه الديزاين 1 كان افضل
هو افضل من الثاني، بس هيدي مانا جنرال رول، هي حسب السيستم. بس ان جنرال فينا نقول انه نحن عاده بنفضل لما نعمل ديزاين تو كانسل ذا بلانت ترانسفير فانكشن، حتى نخلي البول اللي على السيستم هو اللي بعيد عن الايماجينري اكسس، وبالتالي هو الاسرع، فهيك بنكون عم نحسن البيهافير للسيستم. فهيدي، فمثلا هلا هون ثابت انه ذا سكند بول كان على ال 10، يعني احسن بكتير. لو كان السكند بول مثلا على الماينس 3 وعملنا نفس الديزاين، كان ممكن يطلع على الديزاين 2 افضل. فاذا ما في جنرال فورمولا، ما في ان ايزي سولوشن وخلص فورمولا جاهزه على طول بنستخدمها. في عنا مجموعه ريسيبيز، اوكي، بنشتغل على اساسهم وبنعمل تيستينج وبنشوف كيف بنعدل لحتى نحصل على البيهافير اللي بدنا اياه. اكيد اخر شيء نحن بنضطر نعمل فاين تيونينج اوف ذا فاليوز، فعشان هيك عاده هيدي الميثودز هي لتسهل علي كيف بدي اشتغل، بس بعدين اي نيد تو تيون ذا بارامترز مور بريسايزلي. Another example كمان، if you want to design a PID controller لهيدا السيستم، فبنشتغل على اوكي بنشتغل بنفس الابروش. هو ما عندنا تايب 1 سيستم، عندنا تايب 0 سيستم، بس بدنا 0 ستيت ايرور فور اي ستيب، فاذا بحاجه للانتجرال الاجباري. في عندنا يا اما بنشتغل على بنعمل كانسليشن لهول، اذا عملنا كانسليشن لهول التو بولز وزدنا اس انتجريتور، اوكي، فبنكون خلص خلصنا الزيرو. في عنا بدنا نتحكم بس بالجين، اوكي، فبصير معنا اللوب جين هو شيء من هيدا النوع. بعد ما نطبق الكنترولر بنجي من على الروت لوكس بنستنتج شو الفاليوز اللي بدنا اياهم. احنا بدنا الجين هو 0.7، في عنا نرسمها جرافيكلي بهالشكل، نحط الانجل بشكل مظبوط. بدنا الاوميجا ان هي 10، فاذا بدنا السيستم بالانترسكشن هون بنشوف اذا بيطلع شي فاليو بتزبط ولا لا. او في ان حل اناليتيكلي يوزنج ذا كاركترستيك ايكويشن، وبيز على الكاركترستيك ايكويشن بنحل الايكويشن. عفوا هون احنا بدنا الاوميجا هي 4، يعني عفوا انا رسمتها هي بدي الاوميجا هي هيك. اوكي، ف اوكي، فاذا نجي بنحل اناليتيكلي بتطلع معنا انه الاوميجا ان على هي 7 بوينت كذا، والزتا بنحطها بالفاليو اللي بدنا اياه هيك. وبعد ما نشتغل على الكنترولر بيطلع معنا انه الجين از 51.02، فاذا عملنا implementation of this controller بيطلع معنا البيهافير للسيستم بهذا الشكل. فاذا هون نحن عملنا canceling of the second order كلها للسيستم، هون السيستم عنده second order، وزدنا integrator. فاذا نحن هول التو بارتس نحن already معنا اياهم، نحن بس the free parameter of the design كان الكنترولر، كان الجين يعني of the controller. فاذا كل مثل ما بتعرفوا كل حاله لها، يعني كل سيستم له حالته، اوكي، فكل سيستم بندرسه بطريقته. فانا حبينا نعطيكم هيك مثل ريفرش للميموري بهيدي البارت، ولو انه كان تبع كبير شوي، بس هيدي بتلاقي ريفرش اوف ذا ميموري تو هاو تو ديزاين، مثلا هاو تو انالايز ان اوردر تو هاف تو ديزاين اي كنترولر، مثلا انالوج كنترول سيستم. ف انا براكتس البول زيرو كانسليشن ممكن ما تحقق 100%، بس فينا نحقق شيء قريب لها لحتى نحصل على التايم ريسبونس اللي بدنا اياه. فاذا بعد البارت بنكون وصلنا لاخر هيدي السكشن. بالسكشن اللي بعدها حنحكي شوي على الامبيريكال تيونينج اوف اي بي اي دي كنترول، وبعدين حنبلش نحكي على الديجيتال كنترول سيستمز ديزاين.